اخويا شقيقي وريحه امي فيه. في زمن ملأ الحقد والكره عقولهم وقلوبهم. البت دي لازم تدفن بالحياه، عايزه اشوفها وهي بتموت قدام عيني. اللي عملته ناديه هيجي في دماغنا كلنا. لتحاكى مؤامرات فيما بينهم حبا بالمال. انا وانت بس يا زينب واولادنا هم اللي يورثوا، اي حد تاني لا. ولكسب مكان في البيت الكبير. البيت ده مش لازم اي حد يبقى له حق فيه غيرنا احنا. البيت الكبير الجزء الثاني في الأوقات التالية على زي ألوان.